بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباريات الناشئين. أهلا بحضراتكم في استاد الأشبال. سعيد بردود الأفعال الإيجابية والكبيرة، الحمد لله سعيد بالنجاح الكبير اللي حققناه في أول استوديو تحليلي كان يوم السبت الماضي لمباريات فريق 2001، مباراة اللي فاز فيها النادي الأهلي بخماسية، كانت مباراة الأهلي أمام الشرقية للدخان. النهاردة أيضا عندنا مباراة في دوري 2003 تحت 18 سنة، أيضا الأهلي أمام الشرقية للدخان. جدول المسابقات محطوط بالظبط زي الدوري الممتاز. فريق 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 خمس فرق هيلعبوا دوري الجمهورية. أول مباراة للنادي الأهلي في كل المسابقات هتكون أمام الشرقية للدخان في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. ما شاء الله السنة دي معمول شغل أكثر من رائع داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. شفناها البداية في فريق 2001، أيضا شفنا ملعب رائع كانت عليه المباراة السابقة، أيضا ملعب المباراة النهاردة هيكون ملعب 4 في مدينة نصر، ملعب مجهز على أعلى مستوى. وإن شاء الله هيكون معانا النهاردة استوديو تحليلي، هيكون معانا كباتن الأهلي الكبار كابتن محمد حشيش، وأيضا الكابتن أسامة عرابي، والخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس. استاد الأشبال الهدف منه النهاردة إن احنا بنسلط الضوء على المواهب اللي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. الحمد لله دلوقتي بدأت الجماهير تطمن وتردد الأسماء والمواهب الموجودة عندنا داخل القطاع. شفنا المباراة اللي فاتت محمد مغربي، شفنا حمزة علاء، شفنا محمد أشرف، أحمد أشرف، يعني شفنا لعيبة كتيرة، مش عايز أنسى حد. إن شاء الله النهاردة في 2003 أيضا هنسلط الضوء على مواهب لا تقل أهمية عن فريق 2001. برضو النقطة المهمة جدا، إزاي لاعب النادي الأهلي وهو صغير يتحمل الضغوط، ازاي يلعب في اجواء دايما فيها ضغوطات كبيره، ان هو ده قدر لعيب النادي الاهلي منذ الصغر، ان دايما كل لعيب النادي الاهلي بيلعبوا على بطوله، واحنا بنلعب على البطوله حته نقل المباريات ويكون في استوديو تحليلي دي مهمه جدا علشان اللاعب يعيشها وهو صغير، ما يتفاجئش بيها اول ما يلعب مباراه مع الفريق الاول ويكون الامور عنده فيها صعوبه، لا بالعكس يكون عاشها وهو صغير. برضه عايز نروح لحضراتكم الأسبوع الأول في مسابقة 2003. النهاردة هيكون أول مباراة في الأسبوع الأول، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة مباريات الأسبوع الأول. هتكون مباريات قوية، مباريات فيها ندية، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي الأسبوع الأول اللي هيبتدي النهاردة بمباراة الأهلي والشرقية للدخان في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. أيضا هيكون عندنا مباريات من العيار الثقيل، نادي الإسماعيلي النهاردة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم هيواجه المقاولين العرب، المصري امام البنك الاهلي، مصر المقاصه امام الزمالك، سيراميكا كليوباترا امام طلائع الجيش، وبيراميدز امام الجونه، والاهلي امام الشرقيه للدخان مباراه اليوم، والاتحاد السكندري امام غزل المحله، وفاركو امام انبي، وسموحه امام كوكاكولا سابقا فيوتشر حاليا. احنا ملتزمين باسم كوكاكولا لما يحدث تغيير من قبل اتحاد الكره في جدول مسابقات الناشئين، علشان كده بنقول كوكاكولا، لكن هو حاليا اصبح نادي فيوتشر. لازم نشيد بالكابتن خالد بيبو. كابتن خالد بيبو اللي عامل شغل أكثر من رائع. السنة دي بنشوف ملعب 4 أو ملعب الناشئين في مدينة نصر ملعب أكثر من رائع، ملعب ما بنشوفوش في الدوري الممتاز. التجهيز للموسم علشان يتم بقوة كان فيه تجهيزات كبيرة في الوقت اللي كان لاعبي القطاع واخدين أجازة. السنة دي كابتن خالد بيبو رئيس القطاع كان متواجد دائما بيجهز كل التفاصيل الكبيره والتفاصيل الصغيره داخل القطاع. ايضا دلوقتي بيحدث تغيير في غرف الملابس وغرف الاداريين، ان شاء الله خلال شهور قليله هنشوف حاجه على اعلى مستوى. البنيه التحتيه اللي بيتم تطويرها في كل انحاء النادي الاهلي ايضا برضو بتتم داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كمان نروح للجهاز الفني، الجهاز الفني عندنا جهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن سيد غريب اللي عمل شغل أكثر من رائع. الموسم الماضي خد بطولة 2006، وأيضا في آخر الموسم كان راح للجهاز الفني 2001 بعد وقتها اعتذار الكابتن ياسر رضوان، وأيضا حصل على البطولة. كابتن سيد غريب النهاردة هو المدير الفني لفريق 2003. الكابتن محمد أحمد ماهر مدير مدرب العام، كابتن تامر دسوقي مدرب حراس، كابتن محمد راشد إداري، والكابتن طه محمد عبد الرحيم مخطط أحمال، والكابتن محمد إمام طويل الفريق، والكابتن عبد الحميد حسن مدلك، كابتن عبد الحميد حسين مدلك.
هو ده الجهاز الفني، ولازم نشيد بالكابتن سيد غريب اللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق في بداية الموسم، عامل شغل اكثر من رائع. برضو النادي الاهلي تعاقد مع صفقات لتدعيم فريق 2003. ابرز الصفقات اللي تم انتدابها السنه دي لفريق 2003 مصطفى مخلوف. مصطفى مخلوف هو حارس واعد من الترسانه، كان الفتره السابقه طلع للفريق الاول، كان اتدرب مع الفريق الاول مع مستر ميشيل يانكوني، وايضا النهارده كمان هيكون موجود في حراسه المرمى ادهم محمد سيحه، ده من وادي دجله. يعني النهارده فريق 2003 تعاقد مع صفقتين في حراسه المرمى، مصطفى مخلوف وادهم محمد سيحه من وادي دجله، ايضا كمان يوسف شريف من مصر المقصه، ومحمد حمدي ميسي من وادي دجله. اربع انتدابات واربع صفقات قويه، ان شاء الله كل التوفيق ليهم خلال الفتره القادمه مع فريق 2003. نروح نشوف مع بعض القائمه، قائمه فريق 2003 اللي ان شاء الله قائمه فريق 2003 اللي هتبتدي النهارده اول بدايه ليها ان شاء الله. هيكون في القائمة زياد إيهاب إبراهيم، طارق حسين سيد، مصطفى محمد مخلوف، أدهم محمد أحمد السيد، إسلام عبد الله المتولي، خالد محمد السيد، مازن أسامة جابر، محمد أحمد شرقية، إبراهيم عبد الحكيم، أحمد محمد داوود، عبد الجواد عبد الرحمن، وزياد أسامة محمد. نشوف تكملة القائمة، قائمة فريق 2003 علشان الناس كلها تبدأ تعرف الأسماء وتردد الأسماء اللي موجودة في فريق 2003. برضو تكملة القايمة عندنا هقولها لحضراتكم، كريم محمد فكري وكريم عثمان، محمد وائل المتولي، مصطفى كريم محمد فكري، كريم عثمان، محمد وائل المتولي، مصطفى أبو الخير، ميدو نبيل، محمد أسامة، ميدو محمد إبراهيم، رأفت خليل عبد القادر، مصطفى محمود عويس، عبد الرحمن شريف، سمير محمد السيد، ومحمود حمدي حسين ميسي الملقب بميسي. احنا بنقول الاسماء ده تشكيل الفريق، قائمه الفريق: علي ايمن علي، شهاب وائل، عمر عبد الحميد، يوسف احمد نوفل، عبد الرحمن ممدوح، محمد حمدي علي، ويوسف شريف الوافد الجديد من مصر المقاصه. دي القائمه قائمه فريق 2003 ان شاء الله اللي هتلعب موسم السنه دي، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. ايضا كمان لازم نشيد بالمدير الفني بروكيتش اللي عامل شغل اكثر من رائع. الشغل ابتدى مع فريق 2001، وشفنا كمان شكل فريق 2001، وشفنا اسلوب اللعب وطريقه اللعب نفس الشكل زي الفريق الاول بالظبط، 4-2-3-1. توحيد اللعب واسلوب اللعب مهم جدا، ازاي الناشئ يلعب باسلوب واحد زي الفريق الاول علشان لما يتم تصعيده الفريق الاول يكون متحفظ وعارف وفاهم واجبات مركزه. علشان كده شفنا الشكل الاكثر من رائع في مباراه 2001، الاستحواذ، الضغط، الاهداف، السرعه، الريتم العالي، اسلوب اللعب وطريقه اللعب، ده كله شفناه ان شاء الله نشوف النهارده مع فريق 2003. نروح اكثر لملعب المباراه من ملاعب الناشئين مدينه نصر، ونروح لزميلنا فاروق صلاح نشوف اخر الاستعدادات لمباراه اليوم مع فريق 2003 ونعرف منه التشكيل. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر ليك يا كابتن اسامه، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا في البدايه بقول يعني وبهني الشعب المصري بالذكرى 48 لحرب وانتصار اكتوبر المجيد، ودايما يا رب مصر في خير وفي امان يا رب، ودايما مزيد من الامان لمصر واهلها وشعبها يا رب باذن الله. طبعا يا كابتن اسامه احنا النهارده موجودين وانطلاق بطوله الدوري الجمهوريه 2003. طبعا احنا الاسبوع الماضي او يوم السبت الماضي كنا في انطلاق دوري الجمهوريه للشباب، وفوز فريق النادي الاهلي مواليد 2001 على فريق الشرقيه للدخان بخمس اهداف نظيف. انطلاق النهارده انطلاق دوري الجمهوريه لفريق 2003، ومباراه هنا على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر هتجمع ما بين فريق النادي الاهلي مواليد 2003 وفريق الشرقيه للدخان ايضا مواليد 2003. منذ لحظات الكابتن سيد غريب اعلن تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء، اللي هيكون في حراسه المرمى الوافد الجديد او القادم من وادي دجله الحارس ادهم مسيحه، قدامه اثنين مساكين عبد الجواد عبد الرحمن ومحمد احمد اشريه، في اليمين زياد اسامه، في الشمال خالد محمد السيد، اثنين في قلب دايره المنتصف محمد وائل ومصطفى ابو الخير،
قدامهم ثلاثة، يوسف شريف وده أحد الصفقات اللي ضمها النادي الأهلي قادما من مصر المقصة، هيكون يوسف شريف وميدو نبيل ورأفت خليل ورأس الحربة سمير محمد. طبعا أنت زي ما أنت استعرضت يا كابتن أسامة أربع صفقات مهمة جدا عملهم فريق النادي الأهلي هذا الموسم، منهم طبعا أدم سيحة ومصطفى مخلوف القادم من الترسانة، وأدم من وادي دجلة، وأيضا محمد حمدي ميسي من وادي دجلة، وأيضا اللاعب يوسف شريف القادم من مصر المقص. أيضا أقول لك على تشكيل فريق الشرقية للدخان لهذا اللقاء، هيكون في حراسة المرمى محمد عاشور، قدامه اثنين مساكين يوسف عارف وعبد الفتاح أحمد، في اليمين عبد الرحمن مصطفى، وفي الشمال محمد جمعة، ثلاثة في قلب دايرة المنتصف أحمد سعد بلحة ومحمد سيد وأحمد ياسر، قدامهم ثلاثة زيادة محمد حسن محمود مرسي وعبد الخالي عبد الرحمن. من النقاط المهمة جدا يا كابتن أسامة اللي يعني لدى وصولنا أو تواجدنا هنا في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، عايز أقول لك إن الأمر الخاص بإذاعة المباريات ده عامل حافز كبير جدا مع فرق قطاع الناشئين والمدربين كلهم واللاعبين بيسألوا إحنا الماتشات بتاعتنا هتتذاع إمتى. عايز أقول لك نقطة مهمة جدا بتحسب لقناة النادي الأهلي والمسؤولين في قناة النادي الأهلي، أكبر حافز للاعبين موضوع إذاعة المباريات على الهواء. أنا هينضم لي أيضا في هذه الأثناء مستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ومستر والكابتن إبراهيم منصور مترجم قطاع الناشئين في النادي الأهلي. كابتن إبراهيم برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وبرحب بمستر مايكل. كنت بتكلم مع الكابتن أسامة في نقطة مهمة جدا، وهو أكبر حافز للاعبين دلوقتي إن اللاعبين بتشوف مبارياتها على شاشة قناة النادي الأهلي، هو شايف الأمر ده إزاي وانطباعه وانعكاسه على اللاعبين؟ السلام عليكم. Zdravím všechny fanoušky, to nejdříve. Tak samozřejmě, že vždycky, když naši hráči je potřeba, aby si zvykali, že jsou pod drobnohledem, že je vidí lidé, že je vidí fanoušci, že zabírají kamery a měli by jakoby být na to připraveni už od začátku. Takže je to fajn, je to příjemné. طبعا السلام عليكم الاول، انا برحب كل جماهير النادي الاهلي وقناه الاهلي، اهلا وسهلا. طبعا دي حاجه مهمه جدا للعيبه ان هم يبقوا يتحطوا تحت ضغط ويعرفوا ان المباريات بتاعتهم متصوره وان الناس كلها شايفاهم، فدي طبعا بتكسبهم خبرات اكتر وبتعودهم على الاجواء اللي بعد كده في الكره البروفيشنال، ان كل الماتشات بتبقى متصوره وان الكاميرات واخده كل تحركاتهم وكل شغلهم في الملعب يعني، فدي حاجه كويسه جدا وبحيي قناه الاهلي على كده. عايز اتكلم مع مستر مايكل على التعاون مع الفريق الاول وتوحيد طريقه اللعب، بنشوف في الفرق قطاع الناشئين كلها بتلعب ب 4 2 3 1 نفس الطريقه المتبعه في الفريق الاول. Ano, tak samozřejmě pro nás, my máme v rámci sektoru kompletně sjednocený způsob hry, který je ale pro nás důležitější než rozestavení. To znamená, vyplývá to z nějakého pokrytí hřiště a vzdálenostmi mezi hráčema. Co se týče A týmu, tak si myslím, že daleko více je to způsobeno tím, že momentálně trenér Musimány je zaměřený na moderní pojetí fotbalu a my přemýšlíme stejným způsobem, takže to dohromady se snoubí. Nicméně my musíme myslet na to, že naši hráči můžou hrát i v jiných klubech potenciálně, nejenom v prvním týmu. Když to řeknu jednoduše, musí být připraveni hrát pod jakýmkoliv trenérem a v jakýkoliv soutěži, nejenom v jednom systému. اول حاجه احنا في قطاع الناشئين هنا موحدين اسلوب اللعب ومبادئ اللعب كلها بين الفرق، واحنا هنا يعني ما بنركزش قوي في التشكيل على قد ما بنركز في اسلوب اللعب، واسلوب اللعب ده بينبع من استغلال المساحات والتركيز ووقفه اللعيبه في المساحات في الملعب، وطبعا ان الناس بتشوف ان احنا هنا يعني اسلوب اللعب شبه الفريق الاول عشان كابتن موسيماني طبعا بيتابع الكره العالميه وعارف الاتجاه العالمي رايح على فين، فهو منتج من ده. احنا برضو شغالين حسب الاتجاهات العالميه وهو برضو شغال حسب الاتجاهات العالميه، عشان كده بالمواضيع متشابهه. وحاجه تانية اللعيبه يعني احنا لازم نجهز اللعيبه عندنا في قطاع الناشئين اول حاجه عشان تلعب مع الفريق الاول، وتلعب مع الفريق الاول تحت اي قياده اي مدرب وتحت اي تشكيل، فهم لازم يتعودوا على اسلوب لعب مش على تشكيل معين بل على اسلوب لعب، عشان كمان اللعيبه اللي احنا هنا في قطاع الناشئين اللي بننشئها او بنربيها ممكن مش كلهم يلعبوا في الفريق الاول، فممكن كمان يلعبوا في فرق دوري ممتاز، فلازم يتعودوا على كذا تشكيل وكذا اسلوب. فاحنا هنا في القطاع يعني مركزين على توحيد اسلوب اللعب اكثر من توحيد تشكيل اللعب. عايز اختم مع حضرتك يعني التعاون المثمر ما بينه وما بين الكابتن خالد بيبو، نشوف تطور تام بيشهده قطاع الناشئين في النادي الاهلي.
شايف الامر ده وهو تاني موسم ليه، وايضا انطباعه عن اللعيب المصري خاصه ان ده تاني موسم ليه مع النادي الاهلي؟ ještě hráči se zlepšili oproti minulé sezóně nebo ne? 100% chci poděkovat. Ono totiž ten rozvoj je potřeba vnímat v několika úrovních. Jedna je technická, co děláme s hráčem, jaký máme informaci o hráčích. Druhá stránka z hlediska rozvoje jsou trenéři, ty lidi, kteří učí ty hráče, jak mají být. A třetí stránka je facility nebo nějaká infrastruktura, kde to budeme vykonávat. A po všech stránkách makáme momentálně na 100% a já děkuju klubu, že takhle přemýšlí o juniorském sektoru, protože děti a junioři jsou budoucnost egyptského fotbalu. طبعا تطوير حصل طبعا تطوير في السنه اللي انا كنت قاعد فيها وبشكر طبعا الاداره وكابتن خبيبو على كده. وبالنسبه لكلمه تطوير دي، التطوير دي ليها ثلاث ليفل او ثلاث عناصر او ثلاث مراحل. اول حاجه اللعيب، اول حاجه الحاجه الفنيه اللي احنا بنعملها مع اللعيب، ايه الحاجه اللي احنا بنعملها مع اللعيب عشان يؤدي واجباته في الملعب. ثاني شق اللي هو المدربين، ازاي المدربين بتنقل التصور بتاعي على اللاعبين وازاي بتشتغل معاهم عشان يطبقوا الفكر الحديث. وثالث حاجه بقى اللي هي امكانيات النادي والفاسيلتي بتاعه النادي والجزء التنظيمي، وده طبعا يعني احنا شايفين ان النادي مهتم جدا دلوقتي بقطاع يعني بقطاع الناشئين، وبيشكر طبعا كابتن خطيب ومجلس الاداره على وكابتن خالد بيبو يعني على الدعم ده. شكرا كابتن ابراهيم، واتمنى التوفيق لمستر مايكل ويكون موسم موفق ليكم السنه دي باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع مستر مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عايز اختم معاك اخيرا بطاقم التحكيم اللي هيدير هذا اللقاء، هيكون مكون من محمد خالد عبد الفتاح حكم الساحه، هيعاونه ممدوح مرسي مساعد اول واحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر قبل انطلاق مباراه الاهلي والشرقيه للدخان. اخيرا بس فاروق، اخيرا طمنا على مصطفى مخلوف. طمنا على مصطفى مخلوف، سمعنا ان كان امبارح في التدريبه الأخيرة قبل المباراة كان في كدمة أو في احتكاك وهو هيغيب النهاردة. بالفعل يا كابتن أسامة، من التمرين الأخير كان حصل الاحتكاك كده وكدمة ليه مصطفى مخلوف. أنت عارف إن الأمور ديت الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بيتعامل معاها سريعا، فضل الجهاز الفني إن هو يريحه، لكن إن شاء الله مع أول مران للفريق عقب هذه المباراة يكون موجود في التمرين. طمنا عليه. أيضا بيغيب اللاعب أحمد داوود طبعا للإصابة، وأيضا كريم عثمان لحصول على الثلاث إنذارات، وأيضا اللاعب ميدو أسامة اللي اطمنت عليه أيضا لسه عايد من إصابة، عناصر مهمة جدا بيفتقدها النادي الأهلي في هذا اللقاء، لكن سريعا إن شاء الله تعود وتكون مع فريق النادي الاهلي واستكمال المشوار باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك، شكرا جزيلا يا فاروق. شكرا جزيلا لزميلنا ومراسلنا فاروق صلاح اللي حطينا في اخر الاستعدادات هناك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. نروح نشوف التقرير ده مع بعض عن اخر استعدادات فريق الاهلي 2003 لمواجهه الشرقيه الدخان النهارده في مباراه الاسبوع الاول في دوري 2003، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل نجوم الاهلي الكبار الكابتن محمد حشيش والكابتن اسامه عرابي والتحليل الفني، ولكن بعد الفاصل. تترقب جماهير الأهلي انطلاق مشوار فريق مواليد 2003 بالنادي اليوم أمام الشرقية للدخان في بطولة الجمهورية للاطمئنان على مستقبل القلعة الحمراء وما يضمه من مواهب حقيقية. ويلتقي الأهلي فريق الناشئين مواليد 2003 مع الشرقية للدخان على ملاعب النادي بمدينة نصر. وفي الجولة الثانية يخرج الأهلي 2003 لمواجهة غزل المحلة في المحلة قبل أن يعود لمواجهة إمبي على ملعب الأهلي بمدينة نصر. وكان الجهاز الفني بقيادة المدير الفني سيد غريب قد خاض العديد من المباريات الودية استعدادا لتلك المباراة، آخرها أمام ديكيرنس وانتهت بالتعادل السلبي بجانب تعادله قبله مع النجوم 2-2، وفاز على المجد بهدفين دون رد، وفاز على النصر السكندري 5-0. ويبحث ناشئو الأهلي مواليد 2003 عن تحقيق انطلاقة قوية ينافس بها مبكرا على اللقب بجانب تقديم مواهب حقيقية
تبعث برسائل الاطمئنان لإدارة وجماهير النادي على مستقبل الأهلي. ويضم الفريق عددا من المواهب في كافة المراكز التي تحظى بمتابعة من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني، بجانب بعض اللاعبين الذين تم ضمهم قبل بداية الموسم مثل مصطفى مخلوف ومحمد حمدي ميسي وأدهم سيحة ويوسف شريف، بجانب اللاعبين المميزين الموجودين بالفريق مثل محمد أحمد شرقية وعلي أيمن وغيرهم تحت القيادة الفنية لسيد غريب. اليوم ناشئو الأهلي مواليد 2003 في افتتاح مشوارهم ببطولة الجمهورية أمام ضيفهم الشرقية للدخان على قناة الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي استاد الاشبال، نجوم الاهلي الكبار الكابتن محمد حشيش، منور ومشرف يا كابتن. الله يخليك، ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله، كله زي الفل. وايضا معانا النهارده نجم الاهلي الكبير الكابتن اسامه عرابي، منور يا كابتن. الله يخليك، اهلا وسهلا بك يا اسامه وكابتن حشيش. طبعا نبتدي بالاكبر. طبعا لا، هو الاقدم واحنا سن واحد بس. هو كابتن، هو كابتني. هو كابتني طبعا كده. حشيش انت حضرتك دايما متواجد معانا في استاد الاشبال، وابتدينا الفكره دي من 3 سنين. مزبوط. موجود معانا النهارده للسنه الثالثه، ايه رايك في الفكره عموما؟ طبعا استمرارها طبعا على قناه الاهلي. كان ليا شرف ان ابقى موجود معاك في اول استوديو عملناه من 3 سنين، استوديو الاشبال، وكانت فكره حقيقه يعني جميله من قناه الاهلي انها تنقل مباراة الناشئين وتعرف مصر كلها وجمهور النادي الأهلي بأبنائهم طبعا اللي هم أمل النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. إن شاء الله السنة دي بنبدأ بقى موسم جديد مع 2003 بطولة الجمهورية، نتمنى إن شاء الله بإذن الله يبقى موسم خير على الكرة عموما وعلى النادي الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن اسامه، ايه رايك في الفكره؟ عايز اعرف رايك في فكرتنا، فكره استاد الاشبال، وايضا كمان ان الناشئ الصغير يعيش الاجواء من الصغر، ما يتفاجئش بضغط ان المباراه منقوله لما يكبر. صح. مع الدرجه الاولى. لا، فكره طبعا هايله واكثر من رائعه. يعني كنا نتمنى في ايامنا الموضوع ده يبقى موجود. يعني كنت بتحلم انك انت تطلع يطلع اسمك مثلا في التلفزيون، واحد يقول اسمك في الجورنال او في الجورنال. مجله الاهلي، انا اول مره اسمي كده في مجله الاهلي اشتريت 10 نسخ. صح، ده حقيقه، ده حقيقه. والواحد لما كان بيطلع صورته اول مره كان بيشتري كذا نسخه ويوزع على اصحابه وقرايبه، ده حقيقه. فكون ان قناه الاهلي تذيع مباريات الناشئين، ده لازم كل واحد فيهم يبقى يعرف ان دي حاجه كبيره جدا 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 في مسيرته. لانه النادي الاهلي بيعرف جماهيرنا باللعيبه، وكمان بس مش عشان النادي الاهلي ده، النادي الاهلي دي خطوه بتاعته، ده كمان بيسوق نفسه في السوق كله المصري وحتى العربي، والناس كلها بتبتدي تعرفه. يعني قناه الاهلي متشافه في كل حته، فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، واللي ينجح فيهم يبقى في الفريق الاول يكون اضافه، واي حد بقى يفيد بعد كده الكره المصريه، دي اضافه كمان للكره المصريه كلها يعني، واللعيبه كمان تقدر تسوق. طبعا تساعد كمان يا اسامه الناشئين ان هو يبقى متشاف من بدري. حتى يتعود على ان مباراتهم مذاعه تلفزيونيا. صحيح. بدل ما كان احنا زمان كنا اول حاجه اسامه بنبقى على يعني الناس بتعرفنا او بتذاع لنا ماتش لما نطلع الدرجه الاولى. فبنبقى برضو راهبين حته ان تصوير على الهواء وكده. هو هيبقى متعود على الكلام ده من وهو صغير يعني. كان زمان المباريات بتتلعب في ملعب مختار التتش امام الفريق الاول، لكن النهارده برضو احنا بنذيع المباريات، ممكن موسيماني والجهاز الفني يقدروا يتابعوا اللعيبه عبر شاشه قناه الاهلي. النهارده ايه رايك يا كابتن حشيش في وجود ميشيل يانكوني دلوقتي في ارض الملعب من الدرجه الاولى؟ النهارده الفريق الاول اجازه، حريص انه يكون موجود ويتابع حراس المرمى ويتابع اللعيبه النهارده. طبعا دي حاجه كويسه، واعتقد ان هو طبعا باوامر من المدير الفني موسيماني ان هو يتابع يعني فرقه ال 2003، لان ال 2003 وال 2001 هم اقرب
فرق للدرجه الاولى، فيبقى متابعهم ومن اول مباراه يقدر يحط عينه برده على اللعيبه المميزه. فدي حاجه كويسه برده، دي تدي حافز للعيبه ان هو يعني يؤدي بطريقه كويسه، متشاف، الناس كلها شايفاه. الاعتبارات دي كلها بتزود الحافز عند اللعيبه ان هم يقدموا ان شاء الله مباراه قويه. يعني ان شاء الله اقول لحضراتكم مره ثانيه تشكيل الاهلي النهارده في مباراه الشرقيه الدخان مواليد 2003. في حراسه المرمى ادم محمد سيحه، خط الظهر خالد محمد السيد، محمد احمد شرقيه، عبد الجواد عبد الرحمن، وزياد اسامه. وسط الملعب محمد وائل ومصطفى ابو الخير، ميدو نبيل. الثلاثي الامامي يوسف شريف، رأفت خليل، ورأس حربة سمير محمد السيد. من الواضح كده يا كابتن أسامة، النادي الأهلي بيلعب 4-2-3-1، الطريقة المعتادة للفريق الأول. حتى سمعنا المدير الفني الأجنبي بروكيتش وهو بيقول إن إحنا بنحاول يبقى أسلوب اللعب واحد زينا زي الفريق الأول، والتنسيق ما بين الأهلي في قطاع الناشئين وأيضا ما بين موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا الواضح التشكيل زي ما أنت قلته كده 4-2-3-1، والطريقة دي ميزتها ان فيها مرونة، ممكن جدا تتحول لأربعة ثلاثة ثلاثة، ممكن تتحول لأربعة خمسة واحد، يعني هي فيها تنوع في الجزء الأمامي. طبعا الرباعي الخلفي بيبقى ثابت، لكن اتنين ارتكاز وثلاثة تحتيهم وواحد في الأمام، واحد ثلاثة أمامهم وواحد في الأمام خالص لوحده. اللي هو الراجل تحت راس الحربة ده ممكن جدا بينضم للثلاثي اللي هو ميدو نبيل. خلي بالك افتكر الاسم ده، ميدو نبيل ده يعني من اللعيبة المميزة جدا في فريق 2003. انت متابعهم طبعا كويس جدا بقالك فترة، له باع كبير اصله في الناشئين يعني وهتكلم عنه، هتبقى حافظ. فده بيتحول ممكن جدا كراس حربة تاني، بيتحول للثلاثي اللي في وسط الملعب. وسط الملعب، فبيبقى ممكن يبقوا ثلاثة في وسط الملعب، والاثنين الجناحين اللي هو يوسف ورأفت بينضموا كمان ليهم، يبقوا خمسة أحيانا. فهي فيها طريقة متنوعة وبيلعب بيها الفريق الأول، فحاجة كويسة برضو إن هم بيلعبوا بنفس الشكل عشان لو أي حد فيهم طلع في أي وقت بقاش بيبقى متعود على الأسلوب بتاع الفريق. تعالوا نشوف بقى محاضرة الكابتن سيد غريب، نسمع ونشوف الكابتن سيد بيقول إيه للعيبة قبل المباراة. لازم ألعب في نص الملعب وتسمع على طول، لازم ما تدوش فرصة إن هو يفك، لازم أخنقه، لازم أخنقه، أخنقه ده بيلعب إيه؟ اللعب السهل. هتكلم بس عن الناس اللي جاية جديدة أول سنة في النادي الأهلي. ناس على طول. فأنت العب ما تحملش نفسك فوق طاقتك، أدي الأداء بتاعك طول الفترة اللي فاتت. مش عاوزك تحمل نفسك خالص فوق طاقتك، لازم تلعب بهدوء ولازم تلعب لعب، ما تعملش حاجة زيادة، خد العملية ببساطة. ان شاء الله زمايلك هيساعدوك وتبقى كويس. مهم قوي، مهم قوي ان احنا نعرف هدفنا من اول دقيقه، هدفنا من اول دقيقه ان شاء الله عاوزين نكسب. نكسب، والنهارده لازم المكسب محتاج شويه صبر. التشكيل بتاعنا هي خالد. هنلعب اثنين في نص الملعب، وائل وابو الخير، قدامهم ثلاثه، رأفت، ميدو، يوسف، قدام سمير. هتكلم على سيحه. سيحه كابتن تامر يتكلم معاك. امبارح واول اشتغل معاك شغل كويس انت وزياد. النهارده انا عاوزك تبقى بهدوء، انت جول وجول محترم، واقفين كويس قوي، وبالذات وبالذات خالد وزياد. هيبقى عليك انت عيب ان انت توقف زياد وخالد كويس قوي مع عبد الجواد وشريف، لازم ولازم تسلم بسرعه كتير، ولازم تكلم الناس وتكلم الناس كويس وتساعدهم، ولازم الكلمه كويسه بتشجع. كابتن حشيش ما شاء الله، يعني الشكل اكثر من رائع، زي موحد اللعيبه، الغرفه كمان بتاعت المحاضرات، الفيديو، شرح الكابتن سيد غريب، يعني حاجه رائعه بصراحه. اسامه انا شايف تطوير كبير قوي في قطاع الناشئين، يعني بان قوي من الموسم اللي فات، مع طبعا الفكره اللي جت من ضم الفرق على بعضها عشان ينقي احسن العناصر انها تكون موجوده، يبقى يحصل نوع من انواع التركيز مع اللاعبين. شايفين محاضرات على يعني اعلى مستوى، تحس ان فرقه اوروبيه، محاضره مش بالسبوره القديمه بتاعتنا، لا ده كمان الفيديو، الناس قاعده زي موحد، قاعه محترمه، حاجه حلوه. بنظهر للناس احنا قناه الاهلي والبرنامج بتاعك بيظهر الكلام ده للناس والجمهور عشان يعرفوا ان الاهتمام مش بالدرجه الاولى بس او الفريق الاول، لا ده اهتمام كمان بالناشئين. عايز ازود بقى حاجه سريعه كده في البدايه، طالما كابتن سيد غريب، كابتن سيد غريب برضو لازم نديله حقه في اول لقاء ليه وفي اول مباراه،
من احسن المدربين اللي موجودين على الساحه حاليا، له باع كبير مع النادي الاهلي على مستوى الاكاديميات. في البدايه بدا اكاديميات، وبعدين بدا طبعا قطاع ناشئين، بعد كده مسك فرق كتيره في النادي الاهلي، 93 مواليد 93 و97 بتاع رمضان صبحي ونصر ماهر وبيكهام، هو كانوا تحت قيادته، خد بيهم بطولات جمهوريه، بعد كده مسك 95 اللي فيها كان محمد هاني، السعوديه فتره كبيره مع الناشئين، ثم انبي، ثم السنه اللي فاتت خد نادي الاهلي بطولتين كمان مع النادي الاهلي السنه اللي فاتت 2006 و2001. ده الاحماء من ملاعب الناشئين مدينه نصر. وانا اتفق معاك كابتن حشيش ان الكابتن سيد غريب مدرب كف، مدرب محترم. زي ما قلنا ان ميشيل يانكوني موجود دلوقتي في ارض المباراه، في ملعب المباراه بيتابع لاعبي النادي الاهلي. ايضا دلوقتي موجود فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم بيتابع المباراه. فريق 2003 عنده منتخب، ايضا موجود الكابتن محمود جابر المدير الفني لفريق او لمنتخب مصر في مواليد 2003، وايضا موجود مدرب حراس المرمى الكابتن ايهاب جلال. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استكمل حواري مع محللي استاد الاشبال كابتن اسامه عرابي والكابتن محمد حشيش. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسامه، مباراه اليوم هي اول مباراه هنذاعها لفريق 2003. ذاعنا مباريات كتير لفريق الشباب 2001، لكن النهارده دي اول مباراه لفريق 2003 تحت 18 سنه. يبتدوا ازاي النهارده بدايه الدوري؟ البدايه، بص يا اسامه، احنا كنادي الاهلي متعودين دايما حتى في الفريق الاول وفي قطاع الناشئين واحنا شغالين فيه وكلنا لما كنا بنلعب فيه وكده، تملي النادي الاهلي بيلعب بضغط من قدام. يعني تملي الحماسه بتاعت لعيبه النادي الاهلي انه قيمه التيشيرت ده، ان هو من الاول بيبين للعيبه الاخرين ان انت بتضغط من الامام، انك انت بتحاول، انك بتعمل فرص. فدي ده اعتقد الاسلوب اللي هيبتدي بيه الكابتن سيد غريب، وهياخد الدفعه بتاعت بدايه الدوري. طب عشان بيقولوا لي دلوقتي يعني خلاص لازم نروح لملعب المباراه، اخيرا حكام الساحه النهارده، حكم الساحه كابتن محمد خالد عبد الفتاح 25 سنه حكم الساحه، المساعدين مساعد اول ممدوح موسى 27 سنه، واحمد عادل عبد الفتاح حكم مساعد ثاني 27 سنه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معلقنا الكابتن محمد رمضان المعلق المتميز، هيعلق على مباراه الاهلي وشيرات الدخان، ونقابل حضراتكم بين شوطي المباراه.